نرحب بكم أيها الأحبة أبنائنا في فقرتكم الأسبوعية اسمع وصاتي التي تأتيكم بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي. نناقش من خلالها ما حققه بعض الطلبة من إنجازات ودورها في نهضة الوطن وإبراز حبه، ونستضيف كوكبة من طلبتنا المنجزين بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ونشكر إدارة المدرسة على تعاونها معنا. يلا بسم الله ابو خالد، هاي شغلك تخصصك. حياك الله يا ابو ناصر، جزاك الله خير، ونرحب في ابنائنا المميزين اللي دائما نفرح بالتواصل معهم، وامانه نتعلم منهم ونستفيد من زوايا الافكار اللي عندهم. واول طالب معانا ونسعد به سيف عيل المهندي. سيف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا سيف، كيف اصبحت؟ صبحت بخير الحمد لله. حياك الله حياك الله. اليوم احنا نتكلم عن الإنجازات يا سيف، وسؤالي بداية لك، ما هو الإنجاز الذي حققته لنفسك وللوطن؟ هو شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو بمجرد شاركت في بطولة كأس سيد السمو الأمير للرماية والطائرة والسهم، هذا يعتبر يعني بحد ذاته إنجاز. يعني شاركت فيها والمستويات التنافسية اللي قدمناها أنا وزملائي يعتبر إنجاز، لأنه يحكي صورة إيجابية عن قطر. دولة قادرة على تنظيم بطولات العالمية والمحلية وبمستويات تنافسية عالية، هنا قادرة على يعني إخراج أجيال من الرماة بمستويات عالية في الرماية. هذا بالنسبة للإنجاز اللي حققت فيها المدى الرماية. سيف، هل هناك فرق ما بين الإنجاز الشخصي والإنجاز للوطن؟ يعني أنا عندما أحقق إنجاز سواء في التعليم، سواء في التجارة، سواء في الرياضة، هل هناك فرق ما بين إنجاز شخصي وإنجاز للوطن؟ وما دام أنك يعني قاعد تسوي شيء يعني تحت راية الوطن، فكل شيء لازم تسوي تنسبه للوطن، يعني مو بشيء اسمه إنجاز شخصي. هذا بالنسبة لي. جميل جميل. يعني لو أنت اليوم حققت إنجاز علمي فهو إنجاز لك وللوطن، صحيح؟ طبعاً. ولو حققت إنجاز رياضي، إنجاز تجاري، إنجاز في أي ابتكار، وإن كان سيسمى باسمك مباشرة، لكنه أيضا للوطن. سؤالي سيف، ونحن نقترب من اليوم الوطني، نسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا وعلى جميع بلاد المسلمين الآن والأمان، كيف يظهر الطالب تحديدا حبه لوطنه؟ من أهم الأشياء لازم نسويها يعني تعتبر يعني إن أول شيء تعلم، لأن التعليم ركيزة أساسية في بناء الأوطان. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني من أهم الأشياء اللي أو من أقل شيء حتى اللي قدم الطالب الوطن ننمي من الوطن. نعم، يعني هي ركيزة أساسية لنماء الأوطان. نعم. طيب أيضا كيف يظهر الطالب حب لوطنه من خلال التعليم؟ وأيضا عندما يتعلم يعني يلتزم بالقوانين اللي حددت الدولة. يا يعني سلام يا سلام، هذه نقطة جوهرية وأساسية، الالتزام بالقوانين. هذه نقطة جدا مهمة، ما تنفصل عن حبي لوطني عندما أخالف القوانين، سواء قوانين المرور، قوانين الاقتصاد، قوانين الأمن، أي قانون أنا اخترقه، هذا مؤشر عدم حب هذا الإنسان لوطنه مباشرة، والالتزام به هو مؤشر على حبه لوطنه. ممتاز ممتاز. هل التفوق الرياضي كذلك دليل على حب الوطن؟ أي أكيد، مثل ما قلت، فإذا أنت يعني دخلت في رياضة في أي مجال يعني وتحت تشتغل تحت راية الدولة وتحت يعني مظلة الدولة، فهذا أكيد يعني دليل على حبك الوطن، دليل على أنك تبي ترفع راية الوطن في شتى المجالات يعني. جميل. سيف، سؤال أخير، هل تحب قطر؟ سؤال يعني أكيد يعني الفطرة. جميل. هل قطر تحبك يا سيف؟ قطر تحب كل العايشين في أرضها من مقيمين ومن مواطنين. يا سلام عليك يا سلام عليك، موفق إن شاء الله. طيب سيف، بما أنك جاوبت بسرعة بسألك سؤال ثاني، ما هي أمنية كبيرة ودك تحققها لقطر؟ أمنية ودي أحققها أول في مجال رياضي، أني يعني أكون رامي أشارك في أولمبياد العالم أو البطولة العالمية، وعلى الأقل أني أحقق ميدالية ذهبية أشرف فيها بلادي،
ومن ناحية تعليمية الله ودي أكون يا مهندس يعني مهندس طيران أو طيار سوى شيء كبير حق وطنه. يا سلام. أي شيء يعني يكون كبير هو يكون فخر لنا والوطني. ربي يبلغك ويسر لك الخير وتتميز إن شاء الله في الجانب الرياضي والجانب التعليمي. سيف علي مهندي موفق إن شاء الله. وننتقل لطالب آخر من طلابنا المميزين حمد. حمد عبد العزيز الحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا حمد؟ بخير الحمد لله. حياك الله. حياك الله يا حمد. حمد في أي مدرسة وفي أي صف؟ مدرسة قطر علوم تكنولوجيا ثانوية البنين وأنا ثاني ثانوي. حمد إيش اخترت هذه المدرسة تحديدا؟ أنا دائما كنت أحب يعني مواد العلوم والهندسة والمدرسة وايد ساعدني في هالمجال. مسألتنا تأخذ نظام سكم فتجمج بين العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وهالأشياء. جميل جميل. أنت حبيت هذا العلم وهذا الفن من فنون العلم. هل عندك يا حمد تعليم ذاتي، قراءة ذاتية، تطوير ذاتي، أم أنت معتمد على ما تأخذه من المدرسة وما تقدمه لك المدرسة؟ لا طبعا عندي تطوير ذاتي وعلم ذاتي. أنا أخذ كورسات من الإنترنت. أنا علمت نفسي البرمجة وقاعد أعلم نفسي لغات زيادة في البرمجة، والمدرسة تساعدني في هالأمر بس ما تعطيني كل الأمور الأساسية. هو طبيعة المدارس والجامعات يا حمد لا تعطي كل شيء، هي تعطي الحد الأدنى، خلينا نقول يستطيع الطالب من خلال هذا الحد أن ينطلق في الحياة. والناس اللي تميزوا ما انتظروا المدرسة ولا انتظروا الجامعة، اعتمدوا على التعليم الذاتي والقراءة الذاتية والتطوير الذاتي والبحث الذاتي. هذا كله انعكس على حياتهم وانعكس على رقي الوطن كذلك. أما اللي يعتمد فقط على ما تقدمه له المدرسة هو سينجح، لكن أنا أتوقع أنه لن يتميز. طيب يا حمد، هل هناك فرق ما بين النجاح والتميز؟ النجاح هو الحد الأدنى، أما التميز هو الحصول على مثلا مراكز متفوقة. جميل. التميز هو اللي فرقك بين يعني طالب جايب 80 طالب جايب 90. جميل. اللي جايب 51 ناجح، صحيح؟ صحيح. لكن لا نريد النجاح وإنما نريد التميز. طيب حمد، كيف يظهر الطالب حبه لوطنه؟ الطالب يقدر يحب العلم ويحاول يطور من نفسه ومن ذاته، إنه يروح يساهم وإنه يساعد المجتمع في المستقبل. مثلا يقدر يروح يساعد الدولة إنه يصير مهندس ويروح يحل مشاكل قطر الكبيرة، أو يقدر يشتغل في أي شغلة ثانية بس أهم شيء تساعد الدولة والمجتمع. جميل. يعني محمد، بمعنى الآن بسؤال بطريقة مختلفة، ماذا سيضيف الطالب لوطنه عندما يتعلم أكثر وأكثر؟ التعليم هذا شيء شخصي له، فما العلاقة ما بين الإنجاز الشخصي والإنجاز للوطن؟ الطالب لما يتعلم يقدر يساعد الوطن في حل مشاكلها. فكما الطالب يتثقف أكثر يتعلم أكثر يقتبس من يخوص من العلم أكثر، يقدر يروح يساعد قطر إنها تروح تتميز عن الدول الثانية وتتقدم في العلم. جميل. حمد، سؤال أخير، دور مدرسة قطر العلوم والتكنولوجيا في البطولة المحلية لمسابقات الروبوت، إنجازك اللي حققته هل يساهم في نهضة الوطن؟ طبعا يساهم. السباقة الفسية كانت مسابقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية، فأنا سعيدة قدرت أحقق مركز متفوق في هالمسابقة. فهالمسابقة تساعد في الأمن في الدولة، خصوصا في شيء كبير في السلامة المرورية اللي فيها أكبر حوادث في قطر، فأنا قدرت أساهم في هاي السلامة شيء وايد مهم. جميل جميل جميل. شيء تتمناه تحقق لقطر؟ شيء أتمناه تحقق لقطر، أنا ودي أخترع شيء يخلي قطر مساوية مع دول الغرب، وبالعكس تخلي قطر أحسن من دول الغرب. ودي أحل كل مشاكل قطر.
ربي يبارك لك ويبلغك يا حمد، حمد عبد العزيز الحر، جزاك الله خير وربي يوفقكم ان شاء الله ويعطيكم من علمه ويعطيكم ويسر لكم الخير. ننتقل لطالب اخر عبد العزيز صلاح. عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا ابو سعود؟ الله يسلمك. حياك الله حياك الله. بداية عبد العزيز، ليش اخترت هذه المدرسة تحديدا؟ هو تشوف انا من يوم وانا في الاعدادية تقدر تقول وانا احب الهندسة يعني. جميل. فيوم شفت هالمدرسة ان شلون تدرس الهندسة او ان تدرس مادة السم، فدخلتها يعني الحمد لله توفقنا يعني، شاركنا بفوز مسابقات على دخلتنا ورشة عمل طورت من مهاراتنا. جميل. الحمد لله ماشي. الحمد لله الحمد لله. احنا دائما نسأل هذا السؤال يا عبد العزيز، كيف للطالب ان يبرهن ويدلل على حبه لوطنه في مرحلته الدراسية؟ شوف هو يوم الطالب يتفوق في دراسته يشارك مسابقات داخلية أو خارجية، وبشكل أو بآخر قاعد يطور من يطور أو يبين حبه حق وطنه. يعني مجرد ما الطالب يبدأ ينافس ويشارك معناه أن هذا دليل على حبه لوطنه، صحيح؟ صحيح. طيب هذا الإنجاز البعض يقول يا أخي هذا إنجاز شخصي له باسمه ما له علاقة بالوطن، ماذا تقول يا عبد العزيز؟ هي المنافسة بحد ذاتها هو ازدهار تفوق حق الدولة يعني. يعني لو ترجع حق التاريخ تشون العلماء كانوا يتنافسون على أشياء ومنها تطورت الأشياء في الدول. جميل جميل جميل. فهل المسابقة هي أو المنافسة هي اللي تطور الدولة أو تزدهر فيها؟ جميل. سؤال أيضا يا عبد العزيز، ماذا يعني لك حب الوطن؟ سؤال كبير. صحيح. نعم. حب الوطن كل شيء يعني. الدولة هي اللي تساعدك إن تتعلم يعني. شوف عبد العزيز، هو سؤال كبير بس خلنا نبسطه. طيب تمام. الوطن عبارة عن سكن للروح قبل أن يكون للجسد. احنا الآن في اللغة الدارجة نقول لك يا عبد العزيز انت وين ساكن، صحيح؟ صحيح. وين ساكن؟ بتقول انا ساكن في المكان الفلاني. السكن هذا سكن للروح، ولذلك انت لما تسافر لبلد قد تكون خدمات أفضل والحياة أفضل والإمكانيات أفضل وكل شيء أفضل، بعد فترة تشتاق أن ترجع إلى وطنك، صحيح؟ صحيح. كأني أنا باختصار أقول الوطن هو يسكن داخل هذا الإنسان. الوطن يسكن داخل هذا الإنسان، فما يقدر ينسى، ما يقدر يستغني عنه مهما ابتعد، مهما راح لأماكن أفضل وأغنى والحياة أفضل، لكن سرعان ما يعود إلى هذا المكان. حتى لو كان هذا المكان اللي يسميه وطن عبارة عن خيمة وبس وما في شيء، لكن اسمه وطن. ما يقدر ينسى الخيمة، ما يقدر ينسى الحياة البسيطة هذه لو كان ساكن وين ما ساكن. القضية ليست غنى وليست مكان رفاهية، وإنما هو وطن سكن في داخلي أنا ما أقدر أنسى ولا أقدر. طيب رسالة توجهها لكل طالب يسمعنا الآن وهم رايحين لمدارسهم امتحاناتهم، ربي يوفقهم يفتح عليهم في مسألة الكسل يا عبد العزيز. أغلب طلابنا عندهم إمكانيات وبإمكانهم ينجزون ويبدعون ويقدمون الوطن، لكن عندهم كسل، شو تقول لهم؟ يعني الكسل والله مشكلة يعني. أنا قبل ما كنت أحب أشارك مسابقات وايد. جميل. طالب يعني من البيت للمدرسة يعني خلاص اللي يعطوني إياه أدرس أنجح خلاص. بس يوم دخلت هالمدرسة تعلمت والله المسابقات هي اللي بتفيدك يعني، هي اللي بتميزك بين الطلاب. جميل جميل جميل. فخلوا عنكم الكسل و جد ان شاء الله وتميزوا بين الطلاب والله يوفق جميعا ان شاء الله. انجاز كبير ودك تحققه لقطر ان
انجاز كبير. انا لاني في مجال هندسي يعني يمكن شركة هندسية كبيرة حق الدولة مثلا. ربي يبارك فيك ويسر لك الخير، ونشوفك ان شاء الله خادم لوطنك وخادم لدينك وخادم لامتك ان شاء الله. بارك الله فيهم أبنائنا. نشكر في الختام طلبتنا المبدعين بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، كما نشكر وزارة التعليم والتعليم العالي على التعاون مع برنامج كيف أصبحت في فقرة اسمع وصاتي.